ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح الورائعين عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. متطوعين للغير، متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيدك. البذل عادتنا، منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البدل مستمتع. منظر السجادة من المطل اللي هو المكان المخصص عشان تشوفها. بسمة شعور على قلب واحد. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب مبسوط؟ عليكم كيف حالكم؟ طيبين؟ هذا كله دحين ايش؟ كلها كشكات محلات الزهور صح؟ المميز في الموضوع ان المتاجر هذه كلها مصنوعة من حاويات السفن، اللي هو الكونتينر معروف اللي تحمل فيه البضايع، هم استفادوا منه فحولوها لمتاجر. برضو هذه محلات الزهور كلها، هذه ايش دحين؟ كيف يعني ابداع؟ وهذه فرع بنك البلاد. هذا البيت، بيت الذكي. ها وش كان فخامه يا ولد؟ طيب ولد الاشياء. طيب حلو. طيب عندك تقدر تتحكم باي شيء داخل هذا البيت عن طريق جوال. حلو. الاناره، الابواب، السكاير، التكييف، نظارات المراقبه، التلفزيونات، تعامل معها عن طريق الجوال. مثلا طلعت من البيت نسيت تقفل الباب، عندك الابلكيشن تقدر تقفل باب بيتك. اما كذلك حتى لو كنت بعيد، حتى لو كنت خارج، يعني عن طريق الانترنت كل شيء بيتم. الانترنت تقدر تتعامل مع كل شيء. عندك كمان طول العمر السلام البيت مزود بحساسات زي اللي فوق المكيف هذا. هذا حساس الحريق، لا سمح الله، حساس الحريق ولا حاجه حتجيك رساله تنبهك بهذا الشكل. في ثانيه لمبات تطفي. طيب سؤال، الانظمه هذه الاشياء هذه قابله للتطبيق ولا عباره عن نموذج؟ قابله للتطبيق وتقدر تسويها في بيتك حتى لو بيتك منشأ وجاهز. طيب كيف الاجراءات؟ عن طريق شركه تقدر تسوي الباسورد. شايف هنا عندنا الايباد، في مكتوبه صاله الجلوس، نقدر نطفي الانوار من هنا، حتطفي على طول عندك في نفس المكان. تمام. نقدر كذلك نشغلها. شايف انت الانوار طافيه الان؟ الانوار طافيه، مجرد ما ادخل حتشتغل الانوار كامله. حلو، تمام تمام، يعطيكم العافيه، شكرا لكم. وكذا خلصنا تغطيتنا للبيت الذكي. الشيء المميز اللي نسيت اقول لكم هو انه مصنوع من حاويات السفن. هذه ايش، مدينه الالعاب ولا ايش؟ شايف اغلبها العاب. لا والله مكان مغلق. السلام عليكم. ابتسامه. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب يا اخي، كنت بقول لك ابتسم بس انت مبتسم يا اخي. هنا هذا المكان تقدر تتمشى في اي مكان انت تبغاه، لكن اللهم بنمشي على خطوط المساء وعلى الوسطى. تمام، يعني انتم بتعلموا الصغار يعني انظمه المرور والاشياء هذه تثقيف مبكر يعني؟ ها تقريبا، هي احنا اصلا ما نستهدف الصغار بس، احنا نستهدف الصغار والكبار. والكبار كمان؟ ها من جد والله. هذا بالنسبه للاولاد من 7 الى 12 عندنا لهم اول شيء دوره، ندخلهم في تثقيف عن الصحه، السلامه، نوديهم نعلمهم على الاشارات، طريق اشارات طرق العمل، بعدين ندخلهم على اختبار قياده، والناجح منهم على حسب المقيم ياخذ رخصه تجاريه مو اصليه. كنوع من التحفيز يعني. الله يعطيكم العافيه. في شاهر كمان هنا؟ حتى هنا ما خليتوه؟ يلا تعال تعال، شوف طول الدراجه هذه كيف؟ هذه دراجه نفرين يعني؟ ما في شاهر كم؟ هذا ساير. العام كان فيها سمك؟ والله احط سمك. اي والله كان فيها هامور وشغلات. مره واحده هامور يا ولد. الان جينا قسم اللي هو حديقه التدوير، يعني كل شيء هنا يا ولد حركات الله. سقف نخل من الكفرات.
السلام عليكم. الآن هنا كل الأشياء اللي بتشوفونها أعمال فنية تم المشاركة من قبل الله صلى الله عليه وسلم، المدارس والكليات والجامعات، بس أشياء مستخدمة، يعني أشياء تم تدويرها، يعني علب مع علب، يعني أشياء كثيرة جدا. يعني أي واحد ممكن يشارك معاكم هنا، وفي جوائز أعتقد. وهذا المنظر اللي شايفين الدوائر هذه كلها كفرات والكتابة من غطيان يا هلا والله. الحمد لله كذا وصلنا البيت. حاب أوجه رسالة شكر للطلاب المتطوعين اللي عاملين في مهرجان الزهور، يعني صراحة شباب مختلف تماما عن اللي كنا نشوف سابق، عندهم أسلوب تفاهم، عندهم يعني رقي في التعامل مع الآخرين، صراحة أنا أهنيهم. كذا أقول لكم تصبحون على الخير، في أمان الله.